الاهلي النهارده، ونطمن من خلال زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي بخصوص تدريبات اليوم وبدايه الاستعداد للمباراه الاهم بكل تاكيد للنادي الاهلي هذا الموسم، مباراه الهلال وكواليس المران. يا توفيق مساء الخير عليك. مساء الخير يا امير، برحب بيك وكل مشاهدينا الكرام وكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا توفيق، طمنا التدريبات وكواليس التدريبات النهارده وبدايه كمان الاستعداد للمباراه المقبله. يعني زي ما انت قلت في المقدمه، الحمد لله فوز امبارح مريح على النجم الساحلي، بيضمن ان شاء الله بعد الفوز المباراه القادمه النادي الاهلي يصدر المجموعه. كان النهارده التمرين خفيف للمجموعه اللي شاركت في المباراه امبارح، بقيه المجموعه شاركت التمرين بشكل كامل. يمكن كان مستر فايلر حريص قبل التمرين يقعد مع العيله ويتكلم كتير، خاصه انت عارف ان الفتره الجايه هتبقى نفسيا اكتر كتير من فنيا في الملعب، خاصه المباراه المقبله اللي بدا الاستعداد بقى بالفعل النهارده امام الهلال يوم السبت الجاي ان شاء الله، وان شاء الله من خلالها هيتحقق حلم الصعود ان شاء الله لدور الثمانيه ومواصله ان شاء الله الزحف وتحقيق النجمه التاسعه باذن الله. الشناوي اخباره ايه؟ الشناوي يمكن عمل تمرينات خفيفه جدا النهارده، وهيخضع ان شاء الله لاشعه عشان يحدد مدى هل في اصابه، هل في اي خطوره عليه، وان شاء الله يعني المؤشرات تدل ان شاء الله انه مش هيبقى فيها اي حاجه، وان شاء الله يكون متواجد باذن الله في المباراه المقبله امام الهلال ويدي الاطمئنان والاريحيه للتيم كله وجماهير النادي الاهلي. يعني مؤشرات ايجابيه بالنسبه للشناوي باذن الله، ويمكن كمان في مؤشرات ثانيه من رمضان النهارده، رمضان في الجيم وبعد كده عمل تمرينات خفيفه ومع اخصائي التاهيل كابتن طارق عبد العزيز، وان شاء الله يعني في فرصه قريبه يكون موجود باذن الله. يمكن اعتقد هيبقى بعد ماتش الهلال ان شاء الله يكون رمضان متواجد مع الفريق يعني الله. صعب يلحق ماتش الهلال يا توفيق. خلينا نصرح مع بعض، الماتش الهلال هو الماتش صعب، ما ينفعش تجدف بنجم كبير زي رمضان فيه، فاعتقد ان هيبقى الاتجاه هيبقى اقوى الاستعانه فيه ان شاء الله من بعد ماتش الهلال، خاصه هو راجع من اصابه طويله، ماتش الهلال هيبقى صعب جدا بجمهور، ماتش حاسم على الصعود على المجموعه، هيبقى فيه التحامات، هيبقى فيه خشونه شويه، فاعتقد هيبقى فيه خطوره شويه على رمضان انه يشارك فيه، فان هي تتجه لداخل الجهاز الفني ان شاء الله الاستعانه برمضان ما بعد ماتش الهلال باذن الله. طيب برنامج الفريق حتى موعد السفر يا توفيق هيكون عباره عن ايه؟ هو التدريب بشكل يومي باذن الله، يمكن الفريق ان شاء الله هيسافر عصر الخميس المقبل ان شاء الله، يمكن زي ما انت عارف المسافه من هنا للسودان مش طويله، يعني ساعتين طيران بالظبط، اكنك مسافر تلعب ماتش في اسكندريه هنا بس هتسافر باوتوبيس، فده هيكون سفر بالطياره، فالتمرين هيبقى بشكل عادي لغايه يوم الخميس باذن الله، وان شاء الله عصر الخميس النادي الاهلي يغادر للخرطوم باذن الله ويرجع ان شاء الله متوج بصداره المجموعه وصعود بطوله الثمانيه باذن الله رب العالمين. باذن الله يا توفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي واللي قال لنا اخبار مران اليوم وبدايه الاستعداد لمباراه الهلال المرتقبه باذن الله تعالى يوم السبت القادم.